فإن قال قائل، وقد يقول هذا بعض الناس، بل يقوله بعض الناس، لا تحلف بالله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل الله عرضة ليمينك. وهذا ليس فيه وجه دلالة على مشروعية الحلف بغير الله وترك الحلف بالله، كلا، بل الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعل الحلف بالله يعارضك ويمنعك من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. بعض الناس يقسم بالله أن لا يزور والديه، أو أن لا يصلي في المسجد، أو أن لا يصل رحمه، أو أن لا يتصدق بعد اليوم. صار له موقف قال: أقسم بالله بعد لن أتصدق، أو صارت له مشكلة في المسجد قال: أقسم بالله لن أصلي في المسجد بعد اليوم. هذا ماذا فعل؟ جعل اليمين بالله عز وجل عارضا له من أن يبر أو أن يتقي أو أن يصلح بين الناس. هذا لا يجوز. وليس معنى الآية أبدا أن إيش لا تحلفوا بالله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه صحيح: احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله يحب أن يحلف به. ومن حيث العمل، كم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم عليه الصلاة والسلام؟ كثير جدا. كثير من الأحاديث، لو راجعت الأحاديث التي رتبت على الأطراف تجد إيش الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي كثير. أي وأيم الله يقسم عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وقع حتى بمكروه، فضلا يكون وقع بحرام. فالواجب الحلف بالله عز وجل.